So Saudi Arabia has been a strategic partner of the United States for 8 decades. Every president. رغم الخلاف الأمريكي السعودي على خلفية السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية، وبعد التطورات الأخيرة التي ظهرت عبر زيارة الوفد الأمريكي رفيع المستوى إلى الرياض، كشف سيناتور جمهور أمريكي عن لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فجر الأربعاء. فماذا في تفاصيل اللقاء اللافت؟ نشر السيناتور الأمريكي الجمهوري عن ولاية أرانكساس توم كوتون صورة مع ولي العهد السعودي على صفحته الرسمية على موقع تويتر، وحظيت التغريدة بإعجاب سفيرة السعودية لدى أمريكا الأميرة ريما بنت بندر. كتب السيناتور الجمهوري على الصورة: أجريت محادثة بناءة مع ولي العهد تعكس حوالي 80 عاما من الشراكة بين بلدينا والفرص المتاحة أمام الأجيال المقبلة. ونشر كوتون تغريدة لاحقة أظهرته وهو يركب الطائرة، وكتب فيها: شكراً للسلاح الجو الأمريكي على الرحلة من الرياض إلى القدس، أرجو أن تجرى المزيد من الرحلات بين الدولتين على حد تعبيره. وأثارت تغريدة السيناتور تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تطرق البعض إلى كون لقاء كوتون مع الأمير بن سلمان تلاه زيارة إلى إسرائيل، ولقاء آخر مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما دفع البعض للتساؤل حول احتمالية قرب التطبيع السعودي الإسرائيلي. في السياق، كانت شبكة بلومبرج الأمريكية قد كشفت في الأيام القليلة الماضية عقد اجتماعات استكشافية بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين ركزت على مسألة تطوير العلاقات الاستخباراتية والعسكرية في ضوء تنامي المخاوف في الرياض وتل أبيب من إيران، لا سيما بعد دعم الأخيرة لروسيا في غزوها لأوكرانيا. وقالت الشبكة في تقريرها إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بدأت حراكاً لتكثيف المحادثات مع السعودية بدعم أمريكي، بينما يرى كاتبات التقرير أن أرضية القلق المشترك بين البلدين من خطر إيران غير كافية لطرح عملية تطبيع طال انتظارها بين الرياض وتل أبيب.